وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة رئيس الهيئة الدولية للحقوق والتنمية دكتور رائد أبو داير. أهلا بكم دكتور رائد. بداية، ضحية قرب الحرم الإبراهيمي تزامنا مع تشييع المسعفة رزان النجار يفتح الحديث عن حماية الفلسطينيين من الانتهاكات الصهيونية، كيف تقرأ المشهد بداية؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين. حقيقة أستاذنا الكريم، نحن اليوم نواجه الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة العدل السلبية، منظومة الظلم الدولية التي تمارس أيضا ضد أبناء شعبنا وحقوقنا وثوابتنا، خاصة بعد المسجد الساخر الذي كان يوما في مجلس الأمن الدولي وانتصار الولايات المتحدة للظالم ومساواة الضحية بالجلال. لذلك نحن نقرأ المشهد بأنه مشهد جدا مأساوي، مشهد يعبر على أن الإرادة الدولية اليوم باتت أسيرة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، مشهد يعبر عن مدى عجز المنظومة الدولية عن توفير أدنى متطلبات الحماية للمدنيين. هذه الحماية التي أصرتها القوانين والشرائع الدولية وكذلك أصرتها اتفاقيات جنيف وقانون حقوق الإنسان، كما أن ذلك يأتي في إطار يعني تعنت الاحتلال الإسرائيلي في مقارفة القتل العمد والقتل خارج القانون. واشنطن استخدمت حق النقض فيتو ضد مشروع قرار كويتي لحماية الفلسطينيين في مجلس الأمن، ما الذي تسعى إليه من تطلق على نفسها راعية السلام؟ تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تكون إسرائيل هي شرطية المنطقة، وأن إسرائيل فقط الدولة التي يجوز لها أن تفعل ما تشاء. إسرائيل دولة غير قابلة للمحاسبة، إسرائيل دولة غير قابلة لأن يمارس ضدها ما يمارس ضد الدول العربية. إسرائيل دولة تبقى فوق القانون، راعيتها الولايات المتحدة. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تدفع كل خيرات العالم العربي والإسلامي من دول الخليج إلى دول المغرب العربي إلى الإسلامية نحو بقاء الاحتلال الإسرائيلي دولة فوق القانون فوق النظام الدولي. دكتور رائد، كرد فعل للفيتو الأمريكي، الكويت تدرس نقل مشروع حماية الفلسطينيين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف ترى هذه الخطوة وهل تعتقد أنها يمكن أن تمرر القرار بدون تأثير أمريكي؟ أستاذ الكريم، أنا باحترامنا ونحن من بداية نقول شكرا للكويت التي استطاعت أن تبرز القضية الفلسطينية في المجلس الأمريكي، ولكن دعنا نكون اكثر صراحه، اليوم المطلوب من الدول العالم العربي والاسلامي في ذلك تركيا وايران وقطر وكل الدول المسانده للقضيه الفلسطينيه عليها ان يعلو صوتها، عليها ان لا تبقى داعمه بشكل خجول للقضيه الفلسطينيه ولابناء شعبنا في قطاع غزه. كل العالم عليها ان يتحرك نحو الثوره، وانا من عبر فضائيتكم ادعو جميع شعوبنا العربيه والاسلاميه الى الثوره السلمية والهادئة والاعتصامات الدائمة أمام السفارات الأمريكية في كل أنحاء العالم، في تركيا، في الخليج العربي، في المغرب العربي، في كل أقطاع الدنيا، على الشعوب العربية أن تنتفض ثائرة انتصارا للحق الفلسطيني واستنكارا للدور الأمريكي الظالم ضد أبناء شعبنا وقبلنا. دكتور رائد، تلام السلطة الفلسطينية أو السياسة الفلسطينية بشكل عام ربما تقاعصها أو تخاذلها عن اتخاذ مواقف حقيقية جادة لإنهاء المعاناة، معاناة الشعب الفلسطيني، معاناة أهل غزة المحاصرين وكذلك المتظاهرين الذين يعتدى عليهم، هل تعتقد بأنه هذا الموضوع هو تحميل السلطة الفلسطينية كافة المسؤولية هو أمر صحيح؟ أستاذ الكريم، أنا قبل دقيقتين كنت في اجتماع مع أحد القيادات الكبيرة في حركة فتح، وقال لي يعني بشكل واضح المشكلة اليوم أصبحت هي أن لدينا رجل عجوز اسمه محمود عباس يتحكم في المجلس الفلسطيني، وأنا عبر شاشتكم أقول ليس السلطة لديها دور سيء، السلطة اليوم تمارس إجرام ضد أبناء شعبنا الفلسطيني بشكل عام وضد أبناء قطاع غزة بشكل خاص وضد المحاصرين في غزة على وجه الخصوص. السلطة الفلسطينية اليوم هي تمنع الرواتب، هي تمنع الكهرباء، هي تمنع التحويلات العلاجية، هي تمنع الحقوق المالية لأسر الشهداء، هي تمنع المستحقات المالية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية. السلطة الفلسطينية أيضا تمنع التظاهرات المناصرة لغزة والمستنكرة لحصار غزة. السلطة الفلسطينية أنا أقول لك
وسامحني أستاذ الكريم وعبر شاشتكم أيضا، أن أبو مازن يمارس دورا أكثر سوءا من الاحتلال ضد القضية الفلسطينية في هذا الوقت التاريخي من العمر السياسي للقضية الفلسطينية. الدكتور رائد أبو داير رئيس هيئة الدولية للحقوق والتنمية كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك.